جميل خليك شاهد من هنا لهناك أحلى مشاهد. خليك شاهد من هنا لهناك أحلى مشاهد. حشدنا حشدنا الشاشة فرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. كده حب غلو كده حب مرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. يا زكي ولما أرجي الأفراح وعشان ترتاح في عالم صار. أهون إحنا حشدنا الشاشة فرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. كده حب غلو كده حب مرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. وعادك ببقى سعيد وهاني وعادك وعادك وببقى سعيد وهاني. الفرح اللي دارا بالعيد والأماني. بريدك وبس فارك تمالك وانت جمال بريدك وبس فارك تمالك. زمان بريدك وبس فارك تمالك. كان الناس بيقولوا ببقى سير جمالك. اه يا ريدي بس لو وطر يا في مكانك. اه يا ريدي أنا ببقى سعيد وهاني والفرح لذانا. راضي بوعدك ببقى سعيد وهاني. راضي بوعدك ببقى سعيد وهاني. الفرح لذانا بيد ولا مالي. لو مرة أزل وقالوا حريم سؤالك. بين كل لحن صادي متوسط جمالك. الرب المولى يعلم إني بريد وصالك. الرب المولى يعلم إني بريد وصالك. راضي بوعدك ببقى سعيد وهاني. راضي بوعدك ببقى سعيد وهاني. الفرح بلدانا بالعيد والأواني. ما تبقى نافر وتحرم عين تنالك. أريد ما تبقى نافر وتحرم عين تنالك. ما تبقى نافر وتحرم عين تنالك. في شاطئ المحلة نفرش في رمالك. في
نزرع ورد جنة وجنة تزيد جمالا. نزرع ورد جنة وجنة تزيد جمالا. أنا ببقى سعيد وهاني والفرح لدالا. وعدك وعدك ببقى سعيد وهاني. وعدك وعدك ببقى سعيد وهاني. الفرح لدالا بريد من أمالي. وعدك ببقى سعيد وهاني. وعدك وعدك ببقى سعيد وهاني. الفرح ملا دارا بالريد والاماني. ربطت حبل الصبر في نصها شالوك من خوف الغدر. شدت عليه مرق الزمن مولودة فيه عز الهجير الجاية من نفس الغلاب. المتعبين عايشين عليه عرق الجبين شايلين طواري الهم. سند على الكتف التعب من الشقو حفر التقانت والتيوس سموك بتول. ساكنين قطات العز فخر ماكلين طحين والمويه كانت بالقرب جايبينها من الحفير. كبرت بتول وكبرت معاها احلام ديك متلي بت في سنها وظهرت نتيجه الامتحان. كانت بتول في اوله وحلفت تواصل للمسير والجامعه صبحت حلمها. ولكنه كيف لكنه كيف والحاله ات عارفينها. باعوا لكل الفجراب حت امها باعت حجولة وخاتمة. وديك خالتها جات من بعيد شايلالة شنطة اللي الحديد كانت هدية للبتول. وحر حاجة تكون مودع راكب قطارات النجاح زولا مفارق لي عشيرته ماشيله لي بلدا مهضلا بالكلام. نزلت في محطات الزمن دخلت جوا في كرش بلدا مغلب بالعمارات. واستغربت اتلفت التال اليمين تال الشمال كان تلقال دك اللي القصب. ومشت عليه سوق المدن أصل فرح نساهت تبطع ملك مشتهية تاكل في المدن. ودخلت عليه أقرب محل شافت عجب اتبلمت غلب النظم. ديك تطقطق في الأصابع وداك بيهمس في الأضان. وديك نقط والباقي بدون كلام. مرت 3 سنين في الجامعة وبتول تب ما تغيرت لندلة يوم. توبة الأصيل لا غيرت يوم مشيتها لتقدلت. وفي آخر سنين الجامعة كثير من زينة حاول معاها وصدته. كانت تقول بكل طيبتها للغرة إنه الزيها غير تحافظ على الشرف ما بتسوى شيء إلا واحد أصله تب. وتب ما قنع أغراها بالمال ما نفع. جاب الهدايا وما نفع. في كل مرة كانت أبواب البتول مقفولة فوق وشه النحس. والمرة دي جاها بفهم كتر قال ليها يا أختي البتول اديني من ريقك عسل. قولي لي بس أنا شن نسوي شان أصل لشواطئ قلبك. قلت لي وحصل نمت فوق عن قريب القد. قال ليها لا شربت من موت القرب أو حتى من بطن الحفير. قال ليها وط. قلت ليه ما كأنت الراجل البديه قلبي. أنا قلبي بديه لي راجلا يسن خوست فوق ظهريد راجلا لا بعرف المياعة ولا الرقيس. وكتدق دلوك بشتمة وزغرتهم حقين كمان يسيل سيفه وهي سيبط مدارة للعرضة. وجيه أنا من بعيد أديه شبالة زي كتة. أنا ما بديه قلبي. ودق دق القلب دقات شديدة. تذكرت زولا هناك ساكن البلد ودعمها ما أصل من
زمن الجهل كان رايده ووصيتي ليك يا اختي هو انه الشرف مثل الرتينة في دار عمدة بلدنا لو انطفت صاب الظلام كل أركان البلد لو انطفت صاب الظلام كل أركان البلد الناس بالقروش ما تجي سبقهم صانع ما تغرك هدوم والجيوب فلسانة ديل سكوا القرش سكوه أي مكان مرقوا في الخليج لأستراليا وغانا أهلا جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنحييكم في اخواننا في البرنامج ده يا اخواننا نتكلم عن القروش يعني القروش دي يعني الناس دي الليله فوق البرنامج ده بيتكلموا عن الفلس اي الليله وعن الفلس ده معانا اخواننا دي اها يا اخوي تكلمنا عن الفلس ده يا اخوي سموك منو معاك الماهي وتبلع ما شاء الله بدايتك مع الفلس دي. الليله هو يا الفلس حواني غتماعيش خلاني زي جفر الجمال طميش اهلي ما بيبقدوني بقد ما فيش أهلي ما بيبقي دونين بقيت ما فيش يخير مني الرخمة غزير تريش عدم القروش روش عدم القروش روش عدم القروش والله يا جماعة عدم القروش ده يا أخواننا والله شيء كله اللي الفلس ده يا أخواننا والله الزور كان جاءوا الفلس بيبقى عيان عادي كده أها يا أخوي سموك منو يا أخوي أنا حين بره والطرة اها الطره دي جات من وين؟ الطره والكتابه ما سمعت في الطصه في الكوره بيعملوا الطره والكتابه؟ اها شفت البرما في الطصه دي؟ انا ما عندي والله بيني وبينك انا من شده المفلس لما جات نجيبهم فيها اي والله الفلس ده الفلس ده من دار والله ايوه اها فوق المزدار قلت شو انا امال ايه؟ اها قلت دردرني الفلس لما انقلب سكيني السع يا مرض ويا حمى ما تفرقيني بششك علي الشابعه مع الفلس ما تلاقيني يا رب يا كريم تدينا عيشتن سهله مليار جنيه و2000 عبورا بهله ووزارة جديدة وعروس صغيرة وجهلة كا والله والله يقول لك كلام خيرات أقول والله ليه حد الفلس ده الفلس ده زول من دار أخي يا أخوي سموك منو أخوي أقول بين مصاريف مرحب بيك والله مصاريف دي جات من القروش ده أو زعته كده من جهة أها بدايتك مع الفلس دي كيف أنا بدأت بدري جدا أها قلت شو عمري كان صغير جدا أها نعركو كده أيوة الفلس ده زعته أها قلت له على خلاص ده كله فلس ده مفلس خلاص والله الفلس ده يا جماعه من دار كله يا فلس على عين يا خطر ايوه انت بيجي داق الزول من فوق لطلط زي المطر وكان الزول وقع تحتك انت بقرص زي حجر واه وبلعد ناس في السوق ياهو زي الناس البقر يا سلام والناس المقرشين واه الناس المقرشين كلام ما كثير كلام تيتين مختصر عليلا وين عدم القروش روج عدم القروش روج والله يا جماعه عدم القروش ده والله يا جماعه شيء كله يعني زول يعني بيتكلم عن الفلس ده زول واجعه شديد يعني كان واجعه يعني ما بيتكلم زي ده اها يا اخوي وجبر اقول لك حاجه والله بالحيل موجعين هذول الفلس يعني اها وخلى ناس كثيرين كده هذول كده ما نميت فوق انما هذول انما اصل الفلس ده بعد ما الناس ما تزوجوا ذي اها واحد يقول لك قروش ما في وما عندي لكن بقول لك شنو اها الليله هو يا الليله هو ناس الحل عليكم بذي اخباري ده الفلس اللعين في جيب مولع ناري ده السبب اللي قبل خلى الشباب متواري لسيرة الزواج شاتوها بالضفاري والله عدم القروش روش عدم القروش روش عدم القروش يا اي والله يا اخوانا دول كل فلس ما بيقدر يتزوج ذاته يعني انت ذاتك عندك القروش ديل يا اخي يقول لك هذول العري زي الفاتحه ما حلال اي والله والله حلال والله ها قلت شنو؟ الليل الهبوب الجايه من الصعيد دلقن الارض الاراضي الحضانه السقن كان دارني اتوب واتيقن امسك القروش من الجيوب ما يمرقن الجن ما بالدعوة وقسم العظم اللي كشفتوها تقيفه طابور صف وضربه تعزيز السلام وتغنوا لشهد العالم
والله والله البت تقول مانجا تفاحة أجيها حاجة الفضل الوصف غلبك والله الكبر دخل خلاص سجم خشم الولايات الرهاية في بطن الغيب سجم خشم السجم وبنا ينس حالة ينس جمال رشاغة ضيافة أضافة قوام صلاة على النبي يعني الحسود في عود وعين الكافر في النار النار تديز رمضك يا فقر يا نقر هو زيك ده أنا بطلب بيتو كان بيت هزتني كده من حشاي وخطته كده كرت معاي كان شفت نسب عتيق نسب كرومة ودود السافل نسب بيفخر وبفاخر نسب بجنن وخلي الدور يطلع من ده لاقوا يا أخي مالكم شايفكم تميتوا كده المويه بالعشراقة يا النعمة ويا بنت الحاج فضل ويا بنت الشويحاب واحدة من المواقف الجميلة وعقب التحاقنا بالإذاعة في 93 فترة 3 سنوات تقريبا قضيناها في التأهيل في معهد المواصلات في الكلاسيكية بعدها رجعت وكلفت بنقل حي لزيارة الرئيس الإيراني رفسنجاني آنذاك وكنت في الغاع ونعتمد في النقل الحي على إخواننا في سودتيل وحقيقة بعد المسافة الطويلة كانت في إشكالية في الخطوط والتجريب فرحت متصل برئيس النقل الخارجي في الإذاعة يا باشمهندس مبارك عبد الفتاح وربنا يطراه بالخير أنا عندي إشكالية في الخطوط والرئيس خاشي والاستقبال بعد غليل قال لي يا جيل احنا مرسلين لك ورقه فاشتد النقاش بيني وبينه يا باشمهندس انا اقول لك باقي لحظات وموكب الرئيس يدخل تقول لي برسل لك ورقه انا يا اخي انا عاوز فني بتاع اتصالات يا جيل استهدى بالله ورقه ده الفني جون ورقه والهيف عبق عم البنادر هشا شوف الرشا طمر الحشا أبيض فوق صدر الخلا مدياني خادر قشا وين المقتول بريدو ما تقولوا لي ما جعل وليد شال قليبي وطش ما تقولوا لي ما تقولوا لي نجعل وليد شال قلبي وطش Thank you.
الجو الهم كساني شدك الثواني لو تجيني تاني حتى لو ثواني بالحزن جاني بطل شوفي حالي الجو الهم كساني شدك الثواني لو تجيني تاني حتى لو ثواني بالحزن جاني الثواني هم خلاني شايل هم كشوف دبس بالجمس غلبكم لي أما عمري حالي بدوب الهم كساني شفتك الثواني لو جيتيني تاني حتى لو الثواني بالحزن جاني بقوم شوفي حالي بدوب الهم كساني شفتك الثواني لو جيتيني تاني حتى لو الثواني بالحزن جاني قصة الثواني هم خلاني شايلة هم كشفت بلبي جبس غيبة كتلة أما حمرة أحمد الريدة حمرة حمرة أحمد الريدة بس خليكي صبرة حال الدنيا دايرة يوم تدينا فرحة يوم تدينا جفحة مش بين السارحة وانا انتي خبرة بس خليكي صبرة حال الدنيا دايرة يوم تدينا فرحة يوم تدينا جفحة مش بين السارحة بدي لك بضم من ايدك بالدم بالحل اللي تم روح اصوت تنجمع حمرة احمد الريد حمرة دينا الكلمة حاسة فينا بنت غرقتينا بكيتينا كيتينا فوق ما حالتينا للغدا سبتينا حمرا ضيرة دينا الكلمة حاسة فينا بنت غرقتينا بكيتينا كيتينا فوق ما حالتينا للغدا سبتينا لقيت مجنون بباري باري في الجماري جاري في الصحار حالة طب مداري أحمد الريد جمري أحمد الريد أحمد الريد أحمد الريد